الو الو، وش الحال حميد؟ والله الحمد لله. وين راك؟ انا مجيد دار. اروح لي مجيد دار، نحتاجك في عبسه بعد. خلاص يعني. صح شمادي. واش قلت اسحقك في عبسه يا ودي؟ مش نقول لك على البيت هذا كان قدامي نبدا فيه احنا ثانوي. يا ودي انا مانيش خاطر. روح انت برك شي بها يا حسران، نورمال خلي على ربك. والله ما انا باش ان شاء الله مريق لما خلاص يا حبيبي. الله ما لا اي صح. وين بيها؟ انا راح العب ماشي. ما تجيش تصلي؟ وهذا راح معنا تلعب هذه اختك من الصلاه. والله ماني عارف. يلا. والو بريك. Thank you.
أنا دورك الآن، أنت من تحدد مصيرك، أنت من تزرع الزهور كي تنشر لك بعطرها السرور. إن كانت أسوأ أوقاتك الدراسية خلفك لن تستدير قدما. أقبل، لن نجدي الالتفات، يجب أن تبني مستقبلك بنفسك، فالمعظم لن يحس بك. أصمد على كل صعب برز يتكأد السبيل، قل ها أنا قد أقبلت يا بكالوريا وليس لدي ما أهاب. وإن كان صعبا فبالصبر والجد ستظلل الصعاب. ابدأ سنة جديدة ولا تستسلم، فالفوز لا يأتي دون العناء. ومهما جرى لا تتردد، ثق في ربك واستغل وقتك لتصنع أجمل ما لديك. اسعى وثابر وضئ مثل النجم في قلب الفضاء النائر، واعلم أن القصر لا يعلو صدفة بل يبنى. أنا الذي لا يؤمن بالمستحيل، رددها واسعى خلف البكالوريا وضع بسمتك في الثانوية قبل الرحيل. But you who failed and lost, look at the beautiful future. Instead of crying or wailing, forget the tragedies and worries and weep your tears. Be happy and make sure that yesterday does not imprison you. Walk behind your burden and say yes, and forget the retreat and the pain, and shoot that you can complete your dream. Come on.